بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض بالساعة والثانية والدقيقة، الساعة 8 للساعة 9:30، عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. وزي ما تعودنا مع حضراتكم بيبقى الحلقة عبارة عن يعني نصين، النص الأول بيبقى مجموعة من الأخبار اللي بتهم كل عشاق الرياضة المصرية طبعا خاصة جمهور النادي الأهلي، والنص الثاني بيكون معانا ضيف. ضيفنا في النص الثاني الدكتور سامح حمدي، رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد أو لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة الطائرة. والحقيقة عندنا حدث مهم جدا بينظمه اتحاد الكرة الطائرة اليومين دول، يمكن يوم الجمعة اللي جاية الاجتماع الفني، ألا وهو بطولة أفريقيا للشباب تحت 21 سنة. البطولة دي مؤهلة لكأس العالم، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده من أكبر المكاسب من كأس العالم أو بطولة العالم لكرة اليد هو ثقة العالم كله أن مصر تستطيع تنظيم الأحداث العالمية الرياضية. وطبعا ما كانش غريب لما اتقدم الكابتن سامح حمدي أو الدكتور سامح حمدي اتقدم بطلب لتنظيم البطولة دي، كانت الموافقة على طول من الاتحاد الأفريقي الحقيقة أن مصر تنظمها. في 5 دول مشاركين، مصر مشاركة طبعا، أكيد كل الإجراءات الاحترازية متاخدة. هيكون معنا كابتن سامح حمدي عشان نعرف منه كل كواليس البطولة وأكبر التحديات اللي واجهت الاتحاد في الفترة دي، وكمان هيجاوب على أسئلة كتير يمكن عندنا تساؤلات حولها. انتظروا طبعا الدكتور سامح حمدي، وهيبقى لقاء مهم جدا لكل عشاق الكرة الطائرة. خلينا نرجع لأخبارنا، ويمكن أول خبر أنا حقيقة محتاج أتكلم عنه، يمكن إحنا دايما يعني أو دايما أبدا ورسالتنا في برنامج الأبطال إن إحنا دائما بنربط على أيدي كل مجتهد. الكرة الطائرة للرجال بقيادة الكابتن محمد مصالح ميدو يعني خسروا مباراة مفاجئة من بتروجيت نتيجة 3-2. الحقيقة أنا عندي تعليق صغير كده، يعني أولا كابتن محمد مصالح ميدو نجح في 3 سنين في حصد 10 بطولات للنادي الأهلي. كابتن محمد مصالح ميدو بعد هجرة عدد كبير جدا من اللاعبين للأندية الأخرى استطاع بناء فريق وحصل على بطولة أفريقيا في تونس في نقص كبير جدا من اللاعبين. كابتن محمد مصالح ميدو الحقيقه يعني احنا مش محتاجين نتكلم ونقول كتير عنه، لانه هو تاجر السعاده بالنسبه للكره الطائره في النادي الاهلي، شئنا ام ابينا فهو صاحب انجازات كبيره جدا. يمكن الفريق ده نجح انه يبقى او يفوز ب 100 مباراه متتاليه في انجاز سجل باسم النادي الاهلي للكره الطائره. الحقيقه كابتن محمد مصالح ميدو كم التأييد والمؤازره اللي شفتها على صفحات التواصل الاجتماعي لكابتن محمد مصالح ميدو بعد الخساره، يعني التأييد والتحيه والمؤازره جت للفريق ولمديره الفني بعد الخساره. ده لو دل فبيدل ان جمهور النادي الاهلي جمهور فاهم وواعي وعارف كويس قوي مين اللي بيتعب ومين اللي ما بيتعبش، ولما يبقى فيه لكل حصان كبوه بالعكس ده احنا نقف جنبهم ونأيدهم ونأزرهم وان شاء الله هتعود الانتصارات تاني. هقول حاجه، فريق بتروجيت اللي نجح طبعا اللي بيقوده كابتن هاني مصلحي اخد كابتن محمد مصلحي بيضم 4 لاعبين من النادي الاهلي، 4 لاعبين كانوا طالعين السنه دي والنادي الاهلي بعتهم اعاره لبتروجيت. اذا النادي الاهلي كان بيلاعب مجموعه كبيره او بيلاعب يعني مش هنقول نفسه، طبعا كل الاحترام لكل اللاعبين الاخرين اللي هم موجودين طبعا في او في في فريق بتروجيت، ولكن القوام الاكبر من النادي الاهلي. فاذا مفيش اي مشكله خالص. تاني حاجه، الجهاز الفني من النادي الاهلي، كابتن هاني مصلحي ابن النادي الاهلي، وده برضو يدل على حاجه ان النادي الاهلي بنتربى ونتعلم فيه ان انت في اي مكان بتشتغل وبتحترم شغلك، اي مكان بتبقى بتادي دورك. الحقيقه احنا من برنامج الابطال هنا بنقول للرجاله وفريق رجاله كره الطائره ولا يهمكم، المباراه عادي جدا جدا، خساره تيجي في بدايه الموسم نقدر نعوض ونرجع يعني الجيم لسه في الملعب وعندنا الدوري في ايدينا نكسب مبارياتنا بكل بساطه ان شاء الله ناخد الدوري. انا عايز اقول لكم ان الفرقه كان فيها مصابين، عبو كان مصاب وسعودي مصاب، يعني المباراه اتلعبت واحنا عندنا مصابين ومع ذلك خلصت 3-2 ولعبوا برجوله. انا بقول لكم دائما ابدا بتبقى المطبات اللي بتقابل الفريق ده في البدايه الفريق بيقدر يغل، وشفنا السنه اللي فاتت لما قعدوا يقولوا على الفرقه يعني كلام كتير ويهاجميه وعواجيز ويهاجموهم وبتاع، ولكن كشروا عن انيابهم بطوله عربيه دوري ثم الكاس، وزعنا الكاس على يعني طبعا شاشه قناه النادي الاهلي وردوا في الملعب. انا واثق ثقه عمياء
ان الفريق قادر انه يرد في الملعب. واحنا بنقول لكابتن محمد مصالح ميدو ولا يهمك، كمل مشوارك انت واللاعبين، كل التقدير وكل التقدير، ويكفيكم فخرا مؤازره جماهير النادي الاهلي. الحقيقه انا ما استغربتش، انا ما استغربتش ان جمهور النادي الاهلي تربى وفهم يعني ايه فرقه بتكسب ويحصل لها كبوه، ويعني ايه اجر فرقته، وبيفهم جمهور النادي الاهلي يعني ايه ان فرقته محتاجه دلوقتي دعم اكتر ما تكون كسبانه. والفرقه دي فرحتنا كتير، واحنا وراكم الى النهايه وما بعد النهايه. فعشان كده كان لازم نبتدي ونقول انه الفريق ده كل الدعم ليه وكل المؤازره ليه، وان شاء الله هيقدروا بشكل كبير يعوضوا الخساره دي، والايام بيننا، وهنجيب الكلام ده ان شاء الله، نفكركم بكلامنا اللي قلناه هنا، وهنقول لكم ان شاء الله يوم المكسب فاكرين الكلام اللي احنا قلناه. كلنا ثقه فيك يا كابتن محمد انت واللاعبين. خلينا نروح لاخبارنا. تعودنا دايما كره اليد بتبقى معانا في البدايه، معانا النهارده فريق طبعا كره اليد في النادي الاهلي بقياده المحترم الكف يعني الدؤوب الكابتن طارق محروس. الفريق كامل العدد، عندنا بكره مباراه نادي الزمالك هتلعب الساعه 6، كانت هتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر، ولكن تم نقل المباراه تتلعب في استاد القاهره. الفرقه كامله، درجات التركيز على اعلى مستوى. النادي الاهلي متصدر البطوله برصيد 12 نقطه بعد ما فاز على الطيران وهليوبيس وطلع الجيش، وكنا جايين اصلا من الدور اللي قبل كده بثلاث نقاط، فمجموعهم 9 نقاط. المباراه بكره مهمه، واحنا واثقين جدا في لعبتنا وعارفين ان هم مركزين. وكابتن طارق محروس كان معانا عبر الهاتف الحلقه اللي فاتت وقال لنا ان هو يعني شادد على اللعيبه، وان اللعيبه مش محتاجه حد يشد عليه اكتر ما هي حاسه بالمسؤوليه، وكلنا ثقه فيهم طبعا. ولكن برضو عرفنا الاتحاد كرة اليد خلاص المباراة تقام في ميعادها، ولكن طبعا في بعض الموافقات الأمنية وخلافه، طبعا إجراءات بتتبع، واتحاد كرة اليد مكمل فيها، ولكن هو أكد إن شاء الله أن المباراة في موعدها. كل التوفيق لكابتن طارق محروس واللاعبين، وإن شاء الله المباراة دي يا رب تحطنا خطوة واثنين وثلاثة على استعادة اللقب من جديد. طبعا احنا بقالنا يومين عايشين أحوال جوية سيئة، طبعا كان ليها انعكاس مباشر على الالعاب. يمكن اتحاد او منطقه القاهره لسيدات اليد قررت تاجل مباراه الاهلي هوليوليدو اللي كان مقرر انها تتلعب على صاله هوليوليدو بمصر الجديده، وذلك لسوء الاحوال الجويه. طبعا الماتش هيتحدد له ميعاد بعد كده طبعا، وده طبيعي. وعندنا المباراه الجايه طبعا ماتش الجزيره، واللي هيكون على ملعبنا يوم الجمعه الجايه في الجوله 25 من دوري السيدات. طيب الفريق اخباره ايه؟ الفريق في المركز الاول برصيد 68 نقطه، فوز في كل المباريات، تعادل في مباراه واحده مع الزمالك يوم السبت اللي فات. الفريق ماشي كويس، وزي ما قلت لحضراتكم كابتن يحيى يوسف واخد تحدي كبير جدا للفريق السنه دي، ومصر ان شاء الله على استعاده ايضا اللقب. الحمد لله ماشيين بخطه ثابته. تعادل ماتش الزمالك ماذا يعني ما اثرش علينا كتير، لان احنا الحمد لله في المقدمه بفارق كبير طبعا عن المنافسين. طبعا انتوا عارفين نادي الشمس بينافس معانا، وعندنا كمان نادي الزمالك، وايضا نادي سبورتنج من الانديه اللي بتنافس ايضا معانا في كره اليد للسيدات. طيب هنروح لكره السله. منتخب مصر كرة السلة زي ما قلنا لحضراتكم بقيادة الكابتن أحمد مرعي سافروا تونس عشان تصفيات الويندوز الثانية من تصفيات أمم أفريقيا. عملوا مسحة امبارح طبعا عشان يطمنوا على اللاعبين، وده إجراء عادي جدا وبيحصل في كل البطولات، وكل اللاعبين الحمد لله بالجهاز الفني تأكد مسحة أو سلبية المسحة أو مسحة كورونا. طيب الماتشات هتتلعب إمتى؟ هتتلعب من 17 ل 21 فبراير الجاي. وطبعا كان المنتخب هناك استغل الفرصه، وكان فريق رواندا راح بدري وفريق مدغشقر راح بدري، ولعب ماتشين وديين مع الفرقتين وفاز في الماتشين. طيب ماتشاتنا ماشيه ازاي؟ اول ماتش هيكون مع اوغندا ان شاء الله الساعه 9 بالليل، ده امتى؟ بكره. طيب يوم 20 فبراير مع الراس الاخضر الساعه 12 الظهر، واخر ماتش هيكون يوم 21 فبراير مع المغرب الساعه 12 الظهر. منتخبنا لعب وانتوا زي دي لو تفتكروا من شهرين تقريبا في اسكندريه على صاله الاتحاد الاسكندري، وفاز بالثلاث مباريات مع 6 نقط. بتهيألي ان منتخب مصر يكفي مباراه او اثنين ويضمن التاهل لكاس الامم الافريقيه. خليني اقول لكم ان احنا ما خدناش كاس الامم الافريقيه من سنه 82. من سنه 82 منتخب كره السله ما خدش، 83 اسف. وتذكروا كانت في صاله الرعب في اسكندريه، صاله استاد اسكندريه الحقيقه، اللي احنا يعني في قمه الحزن انها مقفوله. طبعا يعني كنا يعني الصاله دي اللي لعب فيها عارف يعني ايه باسكت بول الحقيقه، صاله من الصالات اللي هي عامله زي صالات اوروبا وامريكا. سنه 83 تاهلنا طبعا، كابتن عمرو بخير، خالد بخيت، نبيل بخيت، مجموعه من اللاعبين، كابتن سلعاوي، كل اللاعبين دول كانوا موجودين فيها. تاهلنا للوس انجلوس 84، مدحت ورده طبعا اللي كان صاحب الباسكت الاخير اللي حطه. اللي عايز اقوله لكم ان احنا من ذلك الوقت او من ذلك الحين منتخب مصر ما خدش بطوله افريقيا. الحقيقه يعني ده حلم وهدف لينا كلنا،
وعايز اقول لكم حاجه، ان بطوله افريقيا في كره السله مش مؤهله دلوقتي لحاجه. هتقولي طب ازاي؟ هقول لك دلوقتي الباسكت او الاتحاد الدولي لكره السله اشترط على الاتحادات القاريه ان يبقى التاهل بيبقى عن طريق الويندوز، زي ما قلت لحضراتكم البطوله الحلقه اللي فاتت، بيلعب دورات مجمعه، بيجمع نقط بيطلع، وده نظام فير. انت ممكن تروح بطوله، انا عانيت انا كهيثم السعيد من نظام القديم ان انت بتروح بطوله ممكن ما تبقاش متوفق فيها راحت عليك الدنيا، انما عندك ويندوز وبعد كده بتقعد شهر اتنين وبعد كده ويندوز تانيه بتغير لعيبه بتطور نفسك. فالحقيقه احنا كلنا بنتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر على الاقل ياخد بطوله افريقيا كنوع من انواع يعني الريكورد او يعني زي ما بتقول حلم لينا كلنا ان احنا نرجع البطوله دي، حتى لو مش مؤهله لحاجه بس بطوله مهمه. ونتمنى طبعا لمنتخب السله كل التوفيق ان شاء الله. طيب هنروح لخبرنا اللي بعد كده. سيدات السله ماشيين كويس، طبعا المنتخب السيدات مش ما عندوش اشتراكات فالدوري شغال. النادي الاهلي طبعا الفريق الاول لكره السله سيدات هزم الشمس 88-44، ده في الجوله الخامسه من الدور الترتيبي في دوري السوبر. المباراه اتلعبت على صاله نادي الشمس في مصر الجديده، الماتش اللي جاي ان شاء الله مع سموحه يوم الاثنين الجاي باذن الله. خليني اقول لكم ان دوري السله رجال وسيدات بنفس الشكل، واحد 8 فرق بيلعبوا بعض من دورين، بعد كده هيترتبوا من واحد لثمانية، وبعد كده هيلعبوا الأول يلاعب الثاني، وبعد كده الثاني يلاعب السابع، والثالث يلاعب السادس، وهكذا أدوار إقصائية، وبعد كده يبتدي يطلع لغاية ما يوصل للفاينل، ويلعبوا طبعًا الأدوار الإقصائية بتلعب بيست أوف 3، أو يعني أحسن بتلعب ثلاث مباريات تكسب اثنين تتأهل. الولاد في قبل النهائي ونهائي بيلعبوا بيست أوف 5، يعني تكسب ثلاث مباريات من خمسة تتأهل. فطبعا دوري السيدات شغال واحنا متابعينه، وكابتن علي هاشم عامل شغل كويس جدا وعنده الكاس الفتره اللي جايه. نتمنى طبعا خد ثلاث بطولات السنه دي، خلي بالكم بطوله القاهره، وخد طبعا دوري المرتبط، وخد سوبر السنه اللي فاتت، ففي ثلاث بطولات خدوهم ناقص بطولتين الكاس والسوبر. ان شاء الله اتوقع باذن الله الفريق ده يقدر يحصد البطولات، خاصه انه بيضم مجموعه كبيره جدا جدا من اللاعبات. وطبعا بنقول الف حمد لله على السلامه يا ثريا محمد، خفت وتماثلت للشفاء بعد طبعا اصابتها بفيروس كورونا، نحاول تبقى معانا طبعا نطمن عليها، ولكن احنا تاكدنا الحمد لله ان هي خفت تماما من فيروس كورونا. طيب خلينا نخش على الخبر اللي بعد كده. عندنا سبورتنج، طبعا انتوا عارفين كان في مباراه سبورتنج لكره الطائره سيدات كان من فتره وتاجل نتيجه ان كان في عدد كبير جدا من اللاعبات في سبورتنج عندهم فيروس كورونا، والاتحاد طبعا بقيادة ضيفنا في النص الثاني الكابتن سامي حمدي قرر من خلال لجنة المسابقات تأجيل المباراة لحين تحسن صحة اللاعبات في سبورتنج. النادي الأهلي لعب المباراة فاز بنتيجة 3-0. كان المباراة اتلعبت في نادي سبورتنج، كان اختبار حقيقي الحقيقة للفرقة لأن أنت بتلعب أوت أوف ذا هوم، وكمان فريق سبورتنج فريق محترم. فوزنا احنا الحمد لله أول الدوري 30 نقطة 10 فوز. الأهلي الماتش اللي جاي عنده الصيد بإذن الله، الفريق ماشي كويس، مزيد من البطولات. يمكن كان دايما ابدا الفريق ده يبقى هو التحدي الاساسي عنده بيبقى بطوله افريقيا، ولكن يعني زي ما انتم شايفين طبعا كورونا وغيره وغيره، بطوله افريقيا صعب تتعمل او يمكن بتهددها بعض الصعوبات، ولكن يمكن تحدي الدوري والكاس بيبقى التحدي الاكبر هو افريقيا. ولكن ان شاء الله كلنا ثقه، زي ما عندنا ثقه في الرجال عندنا ثقه في السيدات. هنروح على ميار الشريف، طبعا انتم عارفين ميار الشريف بتادي اداء رائع في التنس الارضي، وطبعا شاركت في بطولة استراليا ونجحت انها تكسب مباراة وتتأهل ليها. ميار الشريف بتلعب تلقي الدعوة في بطولتي قطر المفتوحة ودبي العالمية. طبعا انت ممكن ما تبقاش اتأهلت بس بتاخد يعني واي كارد من الاتحاد الدولي انت تلعب في البطولتين. ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني الاول للتنس الارضي ونجمة النادي الاهلي وصلها دعوة للعب في بطولتين وهما بطولة قطر المفتوحة ودبي العالمية عشان تشارك فيهما بعد المستوى المميز اللي ظهرت عليه في البطولات اللي فاتت. بطولة قطر دي هتتلعب في الفترة من 1 ل 6 مارس، قربت جدا. بطولة دبي من 7 ل 20 مارس. كل بطولة دي 500 نقطة، يعني تقريبا لو شاركت دي ممكن تاخد 500 نقطة، شاركت 500 نقطة أكيد هيدوها يعني وهيحسنوا لها الترتيب العالمي. ميار عندها تحدي كبير، ميار عايزة تخش في أعظم 100 لاعبة في العالم، احنا عندنا يعني اللاعبة أنس التونسية الحقيقة ترتيبها الحاجة والـ30 على ما أتذكر، أنس جابر ترتيبها الحاجة والـ30، أنس جابر مشرفة العرب كلهم. والحقيقة يعني نفس الكلام بالنسبة لميار، وإن شاء الله ميار هتوصل لهذا الترتيب، والنتائج وأسلوب لعبها مبشر مخلينا يعني طمعانين ورايحين معاها في حتة تانية. وبتهيألي بعد البطولتين دول ممكن تخش المية. وخليني أقول لكم حاجة، إن محمد صلاح حتى لما قال على ميار واتكلم على ميار قال لها ميار اشتغلي على المنتاليتي بتاعتك. وخلي بالكم انا امبارح وانا بتفرج على ماتش الحقيقه ليفربول
يعني هقول لكم موقف، يعني يمكن كان ابني جنبي فكنت بحكي له بقول له المينتاليتي هي اساس اللاعب، ومحمد صلاح فهم الكلام ده، كنا بنشوف من كتبه اللي كان بيقرا فيها انه بيشتغل على المينتاليتي بتاعته، ودي رسالته اللي اداها لميار الشريف. كل ما هتطور من ادائك الفكري والذهني هتبقى في حته تانيه في الرياضه. هتقول لي يا كابتن طب هو ايه العلاقه بين ذهني ده رياضه ده جري لا تفرق كتير، ما كل بيجري، وفي ناس ممكن تكون بتجري اكتر منك، وفي ناس عندها فتنس احسن منك، ولكن الشغل المينتاليتي والعقليه الاحترافيه والعقليه جوه الملعب وازاي تطور من ادائك هو ده المربط الفرس، ودي النصيحه اللي قالها لها محمد صلاح. وخلي بالك خلي بالكم محمد صلاح برضو ما بقاش صغير، بقى ليه وجهه نظر، يقدر يشوف مين اللي يقدر ومين اللي ما يقدرش، مين اللي عنده، مين الخامه كويسه، فهو شاف في ميار انها تقدر تشرف مصر، فقال لها ميار انا متابعك والعبي على المينتاليتي بتاعتك وركزي فيها هتبقي حاجه ثانيه خالص. الحاجات دي بنتك عليها عشان النشأ يسمع ويشوف ان مش بس ان انا رايح التمرين وراجع، لازم اشتغل على المينتاليتي والقدره الذهنيه ليا في الملعب، وده اللي بيفرق بيننا وبين اي لعيب تاني او لعيب بطل ولعيب مش بطل. طيب كده خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنروح لاخبارنا المحليه. منتخب اليد طبعا اللي مشرفنا في كل مكان، سابع العالم وقبل كده ثامن العالم، اتاهل الاولمبياد. طبعا القرعه اتعملت، قرعه طوكيو 2020 اللي هتتلعب ان شاء الله في شهر 7 اللي جاي، احنا وقعنا في المجموعه مع اليابان والبحرين، وبالمناسبه سبحان الله الفرقتين دول احنا لعبناهم، اليابان لعبناها قبل كاس العالم وكسبناها ماتشين، والبحرين لعبناها ماتشين وايضا تقريبا اربعه، اثنين هنا واثنين هناك، وكسبناهم هنا اثنين وكسبناهم هنا هناك اثنين، فالاثنين جم معانا، يمكن سبحان الله يعني القلب على قلب رسول. وخليني اقول لكم ان اليابان كانت اول فرقه توصل، مصر يعني في كاس العالم اللي فات او بطوله العالم اليد كان اول فرقه، وشفنا استقبال الدكتور حسن مصطفى وطبعا معالي وزير الشباب والرياضه، وشفنا طبعا كان طبعا وزير الطيران كان موجود، كان مجموعه كوكبه كبيره من رجال الدوله كانوا في استقبال منتخب اليابان، وكان هو البروتوتايب او اللي هو يعني التجربه الاولى لاستقبال اول فريق، فوقعوا معانا في المجموعه. طيب مين معانا تاني؟ معانا ثلاث فرق من المجموعات اللي هقولها لحضراتكم دي، وهقول لكم ايه. المجموعه الاولى النرويج البرازيل تشيلي كوريا الجنوبيه، هناخد الاول هيبقى معانا في المجموعه، يعني بالشكل كده ممكن يبقى النرويج او البرازيل، او نقول النرويج ماشي، يعني الاعداد طبعا زميلي ناجي بيقول لي النرويج ماشي، يعني هنمشيها. المجموعه الثانيه فرنسا كرواتيا البرتغال تونس، انا مش هتكلم فرنسا دي، بس دي هناخد منها الثاني، المجموعه دي هيبقى الثاني معانا مش الاول، ففرنسا اول يبقى ممكن نقول كرواتيا، فيعني المجموعه دي صعبه جدا بس، وتونس كمان عامله كويس، طب احنا مش هنقول عشان ما حدش يزعل، بس هناخد الثاني، فرنسا طبعا اول وهي كرواتيا والبرتغال وتونس. المجموعه الثالثه هناخد اول المانيا السويد سلوفينيا الجزائر، المانيا والسويد الاول هيجي معانا، برضو مجموعتنا مش سهله، مجموعه منتخب مصر في الاولمبيات مش سهله، ولكن عندنا حلم، والحقيقه لما شفنا طبعا اسلام حسن وابراهيم المصري معانا الحلقه اللي فاتت، هم نفسهم كمنتخب بيحلموا بمدينه اولمبيه. خليني اقول لكم ان احنا كالعاب جماعيه يعني للاسف ما فيش مدينه اولمبيه دخلت، يمكن كل ميدالياتنا في ربعنا مصارعنا الناس الرجاله بتوعنا دول، ولكن الالعاب الجماعيه للاسف ما حققناش ولا ميداليه، والامل موجود في منتخب كره اليد، وكلنا عشمانين في ده، والحقيقه يعني المجموعه تبقى صعبه، بس لما بنقع في مجموعه صعبه بيبقى احسن لنا كتير ما نقع في مجموعه سهله ونقابل الصعب في الادوار الاقصائيه. تمام، هنروح لخبر الحقيقه بسطنا كلنا، وزير الشباب والرياضه عمل بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم عشان يرجع الرياضه المدارس. انا واحد من الناس لعبت دوري مدارس وكان قوي جدا، وحصل ان انا كنت علمت فيه حاجات فادتني في المنتخبات وفادتني مع النادي. الحقيقه الفتره اللي فاتت شفنا يعني الدور ده قل شويه، بقاش فيه اهتمام بالرياضه جوه المدارس. الدكتور اشرف صبحي عمل اجتماع النهارده مع مجلس اداره اتحاد كره السله بهدف نشر اللعبه في المدارس في الفتره اللي جايه، والوزير كان عامل نفس الاجتماع ده امبارح مع اليد، وده ضمن اولويات الدوله في الفتره اللي جايه، وانه الاهتمام بالرياضه امن قومي. وشفنا طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من مناسبه بيأكد ان الرياضه دي مهمه لصحه المواطن، وطريقه اكلك وشربك وممارستك الرياضه الحقيقه استثمار في الـ في الـ في الـ في البنيه التحتيه البشريه في الدوله المصريه، وطبعا ده بيترجم على طول في ارض الواقع تنفيذيا. وزير الشباب والرياضه مهتم جدا ان الرياضه ترجع تاني المدارس، بدا مع الاتحادات. طب ليه الاتحادات؟ احنا كان زمان في اتحاد عام للمدارس، ولكن امكانيات مش هتبقى قويه زي اتحادات الالعاب. اتحادات الالعاب عندها امكانيات وتولز كتيره وادوات تقدر بيها تزق اللعبه وتنشرها في المدارس و و و فالوزير جه من الاخر وجاب الاتحادات، وده يوم قعد مع اتحاد كره اليد امبارح، قعد النهارده مع اتحاد كره السله، وزي ما قلت لكم معالي الوزير عمل بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم بهدف نشر الالعاب في المدارس. الدوله بتركز في الاهتمام بكل القطاعات في التوقيت اللي احنا فيه،
في ده طبعا، ومن اهمها طبعا الرياضه اللي بتساعد الطلاب على عدم الانحراف وكمان ان جسمهم يكون سليم ورياضي ونواجه مخاطر السمنه. زي ما قلت لحضراتكم ده امن قومي لانه بيوفر على الدوله ملايين الملايين طبعا، ويبقى عندك شعب صحته كويسه يقدر ينتج اكتر. والحقيقه انا شايف الفتره اللي فاتت ان احنا بقينا مهتمين بالرياضه، كان زمان شويه مهتمين باخبار الرياضه، يمكن الشعب المصري كان مهتم اكتر باخبار الرياضه، ولكن الان اصبحت ممارسه الرياضه جزء مهم جدا في حياه الشعب المصري وهتظل كده، ودي سياسات ان شاء الله هتطبق على ارض الواقع. هنروح للخبر اللي احنا قلناه في البدايه يوم الجمعه طبعا، بطولة افريقيا للشباب تحت 21 سنة بمشاركة 5 منتخبات. اقول لكم شوية تفاصيل: مصر، المغرب، افريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، والكاميرون. البطولة دي طبعا هيكون في الاجتماع الفني طبعا يوم الجمعة الجاي، وطبعا الفرق بدأت توصل تباعا، والحقيقة بطولة مهمة جدا، وهتأهل بعدها لبطولة العالم. والمنتخب ده فكركم من سنتين خد رابع عالم. المنتخب ده خد رابع عالم تحت 17 سنه، كان في تونس. وخلينا اقول لكم كمان انه منتظر المنتخب ده هيطلع مجموعه من اللاعبين كويسين قوي، وبيضم عدد كويس جدا من اللاعبين، هنعمل لهم حلقه على فكره الفرقه دي، بس ربنا يكرمها ان شاء الله تكسب. هوريكم خامات وهوريكم مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى يبشروا ان الكره الطائره في مصر بخير ان شاء الله، وهيخلونا نطمع كمان في ميداليه اولمبيه، بس مش دلوقتي، لما ربنا يكرمهم ان شاء الله ويتاهلوا. هنروح للتنس الارضي. اوساكا تصعد لنصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس. بطولة استراليا ضرب نار يا جماعة. عايز اقول لكم اليابانية ناومي اوساكا احد افضل اللاعبين الان، المصنفة الثالثة عالميا، كسبت امبارح لاعبة تايوان سوي بمجموعتين للا شيء في دور الثمانية من بطولة استراليا المفتوحة. اوساكا هتلعب في قبل النهائي مع الامريكية وصاحبة ال 40 سنة سيرينا ويليامز. الحقيقة انا عايز اقف شوية على سيرينا ويليامز بقى، بس ايه يعني خليني اقول لكم الاول، خلينا في اوساكا. اوساكا اللي قدامنا دي، اوساكا اولا يعني هي نتيجه المجموعات 6-2 و6-2، يعني كسبت فرق كبير. ده ايه ده؟ لعبت ده دور الثمانيه بتكسبه بكل بساطه. خليني اقول لكم عن اوساكا حاجه. اوساكا نصين، نص ياباني ونص امريكي، هي يعني تقريبا والدتها يابانيه ووالدها امريكي. واوساكا الحقيقه من اللاعبات اللي في التنس، يعني هي دي اللي قدامنا، بتبقى ليها رساله، مش بس بتلعب وبتأدي، لا، كل ماتش بتحاول توصل رساله للجمهور. خلينا نشوف اللقطات دي وارجع لكم. Game set match also by 2 sets to love 6-2 6-2. انا عايز اقول لكم ملعب يفرح، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في مجمع التنس اللي بتعمل في العاصمه الاداريه، هتبقى حاجه رائعه ومش هيقل عن ده، نوعيتكم ان شاء الله، وهتبقى حاجه جميله واحنا كلنا ثقه بها. خلينا نرجع لمين؟ لسيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز 40 سنه، يعني هوريكم صورتها، دي صورتها 40 سنه ومخلفه ومتجوزه. وعايز اقول لكم كمان ان هي ترتيبها العالمي كبير جدا، خدت بطولات جراند سلام كلها. سيرينا زي ما قلنا قبل كده، العمر مجرد رقم، ايج جاست نمبر، وسيرينا بتثبت ده كل يوم، وبادائها ببطولاتها بنتائجها بتثبت كل ده. طيب ايه بقى اللي انا عايز اقوله على سيرينا؟ يمكن جوزها الحقيقه كان من يومين او في المباراه اللي لعبت وتاهلت فيها لدور قبل النهائي اللي هتلاقي فيها اوساكا، لبس تي شيرت وكتب عليه انها اسطوره، كتب لزوجته ان انت اللاعبه الاسطوره، وشال كلمه اللاعبه وخلاها سيرينا الاسطوره. بيبقى حلو جدا لما تلاقي الدعم جاي لك من جوه بيتك، حلو جدا لما بتلاقي الدعم جاي لك من اسرتك، من زوجتك، من زوجك، من يعني بيبقى حلو جدا لما تلاقي الاسره بتدعمك وبتقف وراك وبتقول لك لا احنا معاك، واحنا 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 واحنا. فالحقيقه كانت حاجه لطيفه جدا انه سيرينا 40 سنه وصلت قبل النهائي، وارد يعني 23 رقم جراند سلام، يعني رقم مهول ضخم. وخليني اقول لكم ان اصحاب البشره السمراء كانوا في التنس قليلين جدا وما كناش بنشوف، يمكن سيرينا كسرت ده هي واختها، وحطوا او كتبوا اسمهم من ذهب في عالم التنس الارضي للسيدات. خلينا اكيد هنجيب لكم خبر قبل النهائي مع اوساكا، وهنجيب لكم كمان خبر الفاينل، بس انا تصوري ان اوساكا هتكسب وتطلع فاينل، يعني ما اعرفش، انا حاسس كده. هنروح لكرة السلة. الـ NBA امريكا بيلعبوا، لسه بيلعبوا من غير جمهور. بروكلين يفوز على ساكرامنتو في دوري كرة السلة الامريكي. نادي بروكلين نيتس فاز على نظيره ساكرامنتو كينجز بنتيجة 136-125. طبعا الماتش ده شهد تألق النجمين جيمس هاردن
وكيري ايرفينج. خليني اقول لكم كيري ايرفينج وجيمس هاردن. جيمس هاردن جه او جيمس هاردن اللي معاه الكوره، جيمس هاردن جه الفرقه دي من حوالي 3 اسابيع عامل موسم خرافي، هو رقم 13 ده، ومعاه طبعا كيري ايرفينج من احد افضل اللاعبين. العالم كله راهن ان الاثنين دول مش عارف يلعبوا مع بعض. كيري ايرفينج قالوا كلهم مش هيعرفوا يلعبوا، ده بيحط 30 40 بونت، ده يحط 30 40 بونت. الغريبه ان هم عاملين موسم، او ده كايري ايرفينج رقم 11 وجيمس هاردن رقم 13. استمتعوا باللقطات دي وارجع لكم. هاردن اكستراوردينري ا 3 يا بير داون جو كاتس كايري ايرفينج ا داون تاون هيت اند Luke Walton minutes, they'll be in good shape. But if they get last days ago, starts turning the ball over, start taking quick, bad shots, this can become a game very quickly. And there's the record. James Harden from downtown. What happened a couple of years ago when the Nets made the furious comeback? Irving, a silencer. A three. انتوا متخيلين جيمس هاردن حط 29 نقطة، 14 اسيست، 13 ريباوند. عندك الناحية التانية كايري ايرفينج حط 40 نقطة، يعني هما الاثنين حاطين 69 نقطة، يعني 70 نقطة من كام؟ من 136، يعني نص السكور. وزي ما قلت لكم العالم كله تحدى ان الاثنين دول هيلعبوا مع بعض، يعني ما فيش هيبقى تعاون بينهم وبعض. بس الناس دي الحقيقة ما بتفكرش زينا. الناس دي بتفكر او يعني مش بتفكر زينا، بتفكر مش زي الناس اللي بتقول كده. احنا فاهمين الكلام اللي هما بيقولوه وبنفكر زيهم، ولكن الناس اللي بتقول لا ده هيبقى ما فيش تعاون بينهم وبعض، لا بالعكس، كل ما يبقى في نجوم في الفرقه كل ما بتبقى الدنيا احسن وبيبقى في نتائج احسن، وبيلعبوا هم بطريقه، هم محترفين، انا باخد مقابل ان انا ادي في الملعب. الحقيقه كده كده اخبارنا المحليه والعالميه خلصت. هنطلع لفاصل سريع عشان استقبل ضيفي الدكتور سامي حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون الكره الطائره وشؤون اتحاد الكره الطائره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب في البدايه بضيفنا الكابتن او الدكتور سامي حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره، والحقيقه اللي تولى المهمه في وقت صعب، والحقيقه نجح بشكل كبير جدا جدا ان هو يعدي بالكره الطائره لبر الامان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا كابتن هيثم، فرصه سعيده انكم نتقابل في قناه الاهلي. يعني طبعا دكتور وحضرتك استاذنا، استاذ كبير ومعلم وقائد، وبنتشرف بحضرتك في كل الاوقات. يعني دكتور الله يخليك، شكرا دكتور. يمكن حضرتك طبعا من البدايه توليت المسؤوليه في مهمه صعبه، كان ما فيش اتحاد، حضرتك اتيت طبعا مجموعه محترمه من كباتن مصر، وبدات في الاعداد لتعديلات في اللوائح وامور كثيره. احكي لنا القصه من البدايه عشان يمكن اللي ما شافش اللقاء الاول يبقى يعرف يعني البدايه جت منين. هي البدايه جت ان كان في لجنه مؤقته لاداره الاتحاد كره الطايره بعد ما اتحل مجلس كابتن الباشمهندس خالد ناصف، وقعدوا فتره طويله، كان المفروض يعملوا جمعيه عموميه وانتخابات، ما اتعملش لا جمعيه ولا انتخابات. فاللجنه الاولمبيه جالها قرار من الاتحاد الدولي ان لازم يكون في مجلس اداره، وقد كان ان هم يعملوا مجلس اداره مؤقت لحين عمل جمعيه عموميه غير عاديه عشان عمل اللائحه، وبعد كده يعمل جمعيه عموميه عاديه عشان الانتخابات. تمام. طبعا احنا جت بقى في ظروف الكورونا وظروف الكلام ده كله، فكل الكلام ده اتاجل يعني. صحيح. ويمكن حضرتك جيت رتبت البيت من الداخل، شكلت الجانك، ظبطت الدنيا، بدات تشوف ان في امور كانت موجوده جوه الاتحاد حضرتك من وجهه نظرك كانت لا تصح، وحضرتك صححت هذا الموضوع ولجنه المسابقات ولجنه المنتخبات، عملت معايير لاختيار المنتخبات. يعني نبتدي الاول بترتيب البيت يا دكتور، عملت ايه؟ هي الحقيقه كان احنا همنا ان احنا نكمل الموسم، والحمد لله كملنا الموسم كان في عز الكورونا. صحيح. وكان برضو همنا برضو لان ده يخص ولادنا اللي هم عايزين تفوق الرياضي، الحافز الرياضي. الحمد لله تم كله على خير، والحمد لله الاولاد كلها خدوا الحافز واستفادوا بيه يعني، والحمد لله. وكملنا الموسم في ظروف صعبه جدا، والحمد لله كملناه بنجاح، ما كانش فيه اي معوقات ولا اي حاجه. اتذكر يا دكتور يمكن اول اتحاد استأنف النشاط كان اتحاد الكره الطائره، انا فاكر. بالظبط كده، واحنا يعني احنا اول اتحاد اعلنا ان احنا هنكمل البطولات. صحيح. بتاعتنا، وخصوصا الحافز الرياضي. طب واللجان يا دكتور، يمكن حضرتك بالنسبه للجان المسابقات المنتخبات الامور دي رتبت البيت ازاي؟ احنا حلينا اول ما مسكنا حلينا كل اللجان لسبب ما كانش لها عمل،
يعني كانت مناطق عمل وكانت بتاخد مرتبات. وطبعا يعني وجدنا ان الكلام ده يعني عبء مالي شديد على الاتحاد. عبء مالي يعني 50,000 جنيه تقريبا كل شهر. فاحنا وفرنا من تقريبا من شهر 4 ابريل لغايه وقتنا هذا كل شهر كان 50,000 يعني كان بيبقى يعني تقريبا حوالي سنه حوالي بنتكلم في نص مليون او 600,000 جنيه تقريبا بالظبط يعني. ولو قلنا 50,000 في 10 نص مليون ولو شهرين كمان يبقى 600,000 بالظبط يعني تقريبا. و قعدنا لترتيب البيت الحقيقه. طبعا كان المدير التنفيذي كان في شويه كلام معاه ومش عايز اخد في تفاصيل لكن يعني غيرنا المدير التنفيذي. بالظبط. وبدانا نبدا نشاطنا وبدانا نبدا خططنا وبدانا نتكلم علشان نعمل جماعه من غير عاديه. الحقيقه لقينا صعوبات جدا في بيتنا يعني وما اتعملتش جماعه من غير عاديه. وبعدين خدنا بيها قرار تاني ولما خدنا قرار بيها تاني للاسف برضو اتصدمنا برضو يعني اواضي وحاجات زي كده واتلغت. وجي قرار بقى رئيس مجلس الوزراء بتاكيد كل كل الجمعيات العموميه. هو ده اللي اجلك خلاص. كانت الانتخابات ايام يعني حضرتك ترشح بقى بترشح والكباتن اتقدموا ولكن ودفع كل حاجه وترتب كل حاجه للناس اللي مترشحه. وكان الجمعية العمومية الغير عادية برضو لاعتماد اللائحة كانت برضو مقررة وكل شيء يعني كانت الأمور ماشية. جمعية غير عادية لائحة وجمعية عمومية عشان انتخابات. وبعد كده طبعا بعد قرار الدولة المصرية بتأجيل كل الجمعيات العمومية طبعا عشان سلامة الناس اتغيرت خطتك بالكامل بقى. بالظبط يعني كده. يمكن أولا المنتخبات كانت بتستعد وفجأة أيضا بطولات اتلغت. بالظبط. وبعد كده أصبح اللجنة المؤقتة مطالبة بإدارة الشؤون سنة كمان زيادة. بالظبط. كلمني يا دكتور عن أول ما عرفت إن الجمعية العمومية اتأجلت وكمان لما عرفت بطولات افريقيا اتاجلت عملت ايه؟ احنا الحقيقه كنا حاطين خطه على اساس ان احنا عارفين ان عندنا بطوله افريقيا لاربع اعمار سنيه مؤهله لبطوله عالم. صحيح. فبدانا نقول ان احنا ازاي هنعمل الترتيب ده والكلام ده بالرغم ان كان في انتخابات مجلس اداره للاتحاد الافريقي وتغير الدكتور عمرو وجت مدام بشرى من المغرب. من المغرب. وبالتالي وبالتالي كنا عايزين نعمل خططنا على اساس البطولات بتاعت والاجندات اللي عند حضرتك اجنده البطولات. بالظبط. لان الاجنده بتبقى معروفه سنويه. صحيح. يعني وللاسف لما تغيرت الامور والكورونا زادت فالاتحاد الافريقي ما قدرش يعمل اللجان والحاجات دي ولا الاجتماعات عشان يحقق قرار. صحيح. وفجاه لقينا نفسنا ان هي في ثلاث بطولات هتتعمل وبتواريخ اتحددت يعني التواريخ لان الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد الافريقي انه يعمل الاعمار السنيه دي كلها ويدي النتائج بتاعتها قبل يوم 28 فبراير. ايه ده؟ ليه بقى؟ لان دي مؤهله لبطوله العالم عشان يقدر هو يكمل اجندته كمان. بالظبط. عشان يقدر يرتب هو مين الفرق اللي طالعه ويبدا كمان بطوله الرجال والسيدات. صحيح. دلوقتي احنا بنتكلم اعمار سنيه. فطبعا بداوا الاول خالص قالوا ان البطولات هتتلعب ثلاث بطولات وللاسف فوجئنا فجاه ان مفيش ولا حد تقدم بطولات لان احنا مصر طلبنا ان احنا ننظمها. تمام. فالحقيقه بدات تجينا اخبار ان في بطولات في مواعيد معينه فبدانا ايه نستعد ليها. بالظبط. تمام. يعني بدأنا يعني يا دكتور معلش انا اسف قطعت حضرتك يعني احنا كنا طلبنا نستضيفها البطولات دي وبعد كده ما كانش في فرق مشاركه. ايوه. فتم ارجاعها. هي لا هو كان في فرق بس هي للاسف كل الفرق اللي هي قالت انها هتشترك ما بعتتش الموافقات. لا ما هو غير موافقه يبقى ما اشتركتش. بالزبط. لازم حاجه ريتن مكتوبه ان احنا جايين. بالظبط. فتم ارجاعها يا دكتور مظبوط؟ هي مش تم ارجاعها هي تم الغائها تقريبا. الغائها تمام. وبعد كده جاء لحضرتك اخبار. بالزبط. انه الاخبار جالنا بقى قرارات بتاعت الاتحاد الافريقي ان هيقام بطولتين اللي هو شابات وشباب لما 21 الشابات لا هو يعني كل بطوله مختلفه عن التانيه. الشابات دي كانت موعدها قبل بطوله الشباب. تمام. اتاجلت برضو وبقت 1 مارس. تمام. هتدخلنا في الشباب بقى. هتلعب فين؟ دي هتتلعب في نيجيريا ورايحين ان شاء الله. شابات ان شاء الله باذن الله. احنا جمعنا المنتخب وبتمرن طبعا بتمرن. مين يا كابتن؟ النهارده بس الشابات ما بقتش شابات بقى ناشئات. ناشئات. تمام. رايحين تحت 16 سنه. تمام. فاحنا عيننا كابتن ابراهيم فخر الدين. تمام. مدير المنتخبات القوميه.
تمام. وبعدين اسم كبير. طبعا. وبعدين كابتن نجلاء فؤاد المصري عيناها مدير فني فريق 18 سنة اللي هو الناشئات اللي هيلعب في نيجيريا. ممتاز. وعيننا الكابتن هاني عبد الحميد لفريق الشباب اللي هو 21 سنة. اللي هو هيلعب هتتلعب في مصر، هتتلعب إن شاء الله يوم السبت أول مباراة. ماشي، ما احنا نروح لها، بس أنا رايح للبعيد أكتر. أوكي. الشابات أو الناشئات. ناشئات. رايحين رايحين إن شاء الله نيجيريا. طيب الفرق اللي أكدت اشتراكها كم فرقة؟ في نيجيريا؟ هم يعني على ما أعتقد اللي أنا سمعته وعرفته إن هم أربع فرق. أربع فرق. طيب يعني نيجيريا أكيد هي البلد المضيف. يعني اللي تبقى موجودة مصر بعد خلاص أكيد حضرتك بعت. وممكن يكون كونغو وتونس والمغرب، بس أكيد. احنا سمعنا إن تونس مش قادرة تخرج. يمكن الصورة دي لكابتن إبراهيم فخر الدين وكابتن رؤوف عبد القادر وحضرتك يا كابتن، ولا يمكن الصورة مش واضحة؟ لا هي دي. دي كانت بطولة أفريقيا، وكنا كسبانين أول أفريقيا. ونادي الأهلي يعني بطولة أندية. أسامي كبيرة جدا. والصورة دي، الصورة دي يعني إيه فيها من العظمة والتاريخ في كرة الطائرة، يعني حاجة كبيرة جدا. الحمد لله. يعني ذكريات وتاريخ كبيرة. جميل. ذكريات فعلا جميل. طبعا. طب احنا خلاص نروح لبطولة نيجيريا، عندنا أربع خمس فرق بالظبط. فرق تمام موجودين معانا تمام، وأكدوا هنروح إن شاء الله وخلاص. بالظبط. احنا حاجاتنا يوم 1 مارس هنمشي من هنا. والبطولة هتخلص 9 مارس إن شاء الله. ممتاز. طب فرصنا إيه يا دكتور؟ فرصنا كبيرة، لأن ما شاء الله الفرقة عندنا كويسة. بس هي المشكلة الحقيقية إن هم اتجمعوا فترة قليلة. ليه؟ زي ما قلت لك جمعنا في الأول ولغينا التجمع. طبعا. وبعدين لما جت البطولة دي تعالوا قعدنا أسبوعين أو 20 يوم وتدخل البطولة. إعداد مش منتظم. طبعا. بس مش من عند حضرتك يا دكتور. لا يعني مش من عندنا. يعني الإعداد غير منتظم نتيجة الأحداث العالمية. طبعا. 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 وبعدين يعني إحنا بدأنا عشان نصفي لعيبة، بدأنا بحوالي 27 28 لعيبة عشان تصفي. وعند الصف عشان تبدا تركز. طبعا. معلش انا عايز اقول لحضرتك وتوضح للساده المشاهدين اختيار اللعيبه كان بيتم ازاي. يمكن حضرتك عملت سيستم ونظام اول مره يطبق في الاتحادات. بالظبط. احنا الحقيقه طبعا حضرتك طبعا ابو الكباتن كلها، احنا هي الفولي بول قررنا ان يكون اختيار المنتخبات بالسكاوتينج. الله يكرمك. بالاحصائيات. بمعنى حضرتك عارف طبعا ان الفولي مراكز. صحيح. فكل مركز كان بيتعمل له سكاوتنج لوحده. الفولي يعني داتا مثلاً بتاعه، السيستم بتاعه اللي هو الفولي داتا، مش كده اللي هي بتبقى؟ ايوه بالظبط. داتا فولي. داتا فولي. بالظبط كده. والحمد لله احنا عندنا ناس دلوقتي في داتا فولي على اعلى مستوى. طبعًا. بصراحه. طبعا. بصراحه يعني ودارسين كويس جدا وطوروا نفسهم. طبعا. فكل مركز كان بيتحط فيه مثلا 4 لاعبات او 5 لاعبات او 4 لاعبين او 5 لاعبين، بيتعمل السكاوتنج عليهم، مين عمل مثلا احسن اكتر عدد بلوكات، اكتر عدد ديفنس، اكتر عدد استقبال، اكتر عدد الضرب. ففي الاخر خالص بيطلع لي نتيجه خلاص. دي ما فيهاش ارقام لا تكذب. طبعا ما فيهاش كلام يعني. وبالتالي بنبقى نختار بقى، بنصفي الفريق على 16 فريق للبنات و16 بنت البنات و16 ولد للشباب، علشان دي يبقى هم الفريق اللي يتمرن بقى. ودي خدت فتره قليله قوي يعني، هم معاصرين. صحيح. عبال ما صفينا وعملنا واخترنا وتختار اجهزه فنيه وترجع تاني يعني، كانت حقيقة. بس يمكن يا دكتور عشان يعني حضرتك طبيب، يعني طبيب ودارس وعارف، فهي الارقام ما بتكذبش. وحضرتك يمكن اكيد عانيت واكيد عارف المعاناه اللي شافها اولياء الامور، من هو لا ده حلو اخده، لا ده وحش ما اخدوش. انت حضرتك بتضحك وانا عارف وفاهم الدنيا، ومعروف يقول لك ساعات يقول لك اللعيب ده حلو على قلبي اخده، اللعيب ده حضرتك قفلت الباب ده خالص. خلاص خالص. ارقام، حسن ارقامك. ليك مكان معانا. وبرده مع كده برده ال يعني الاستاف بتاع المديرين الفنيين اللي كان الاربع منتخبات ما كانش فيهم ولا مجامله، كان احسن طبعا. مدربين واحسن مدربين موجود في مصر. وخلي بالك خدناه بالنتائج برضو. صحيح. ده عمل نتائج ايه مع ناديه، دي عملت نتائج ايه مع ناديها، وبالتالي تقدر تقول دي ناجحه ولا مش ناجحه، تقدر تقول ده نجح. صحيح. ولا مش ناجح. طب دكتور عايز اسالك سؤال واخد رايك على الهواء. اتفضل. حضرتك شايف، لان في بعض الاتحادات، ما اعرفش انت راي حضرتك ممكن تبقى يعني وجهه نظرنا صح او غلط، يعني يمكن حضرتك عايزين نعرف وجهه نظرك. ساعات يحصل ايه، يبقى في مدير فني مثلا فريق اول وعمل نتائج كويسه، بس هو ما ينفعش يمسك الفريق الاول، لسه عليه شويه، يقوموا ياخدوه يمسكوه فريق 16 سنه. ايوه. حضرتك شايف ده صح ولا غلط؟ هي بص، هي الظروف اللي بتحكم. بمعنى ايه؟ لو انا ما عنديش لمنتخب مثلا ناشئات
مدرب في النشآت للسن ده يكون على مستوى بطولة قارية أو يوصل بطولة عالمية، فأنا بالتالي بضطر أن أنا أجيب الأعلى منه. الأعلى منه اللي هو إيه؟ اللي هو ماسك شابات أو فريق أول ممتاز. وده صحيح. حصل معايا كابتن أحمد في نادي الصيد، كان يعني ماسك فريق أول نادي الصيد، مسكناه فريق الكبار اللي هو الشابات. الشابات لان هو احسن نتائج عملها، وهو كان مدرب المنتخب وحافظ تقريبا كل. حضرتك رديت يعني اجابه منطقيه جدا. انا لو ما عنديش في الجيل ده حد انا شايفه يستطيع يقود مصر في بطوله قاريه، هضطر استعين بحد. بس حضرتك في عينك في الاول بتبص على السن طبعا ومدربينه طبعا، حد ينفع خلاص طبعا، ما ينفعش يبقى اضطر استعين بالاعلى طبعا. كلام منطقي يا دكتور وكلام طبعا. جميل وخليني طبعا. لا ده انا هكمل مع حضرتك، ده عندي امور كتيره بس نطلع لفاصل. استاذ حضرتك اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل حوارنا مع الدكتور سامح حمدي، وفي كلام كتير ومهم وهناخد رايه في امور كتير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك استاذ. دكتور، يمكن اكبر المشاكل واكبر صداع بيقابل اي اداره بالذات الاتحادات وليست الانديه، وبعض الانديه طبعا بس الانديه مش الجماهيريه، هي التمويل والوضع المالي. طمنا على الوضع المالي في الاتحاد، هل عندك مشكله فلوس الحكام البطولات؟ اتكلمنا عن الوضع المالي. لا احنا الحمد لله يعني موقفنا المالي كويس جدا جدا، ويمكن حضرتك انا عملت حاجه اذكرها برضو. اتفضل. احنا لما بيجي شركات الانديه للاتحاد بيبقى من ضمنها في المرتبات او المكافئات بتاعه الحكام، بند مكافئات الحكام. تمام. ما كانوش بياخدوه شهري، كان بيتاجل من سنين وبتصرف. يعني انا رحت لقيت من 2013 و2014 خبر متاخرات. فاحنا عملنا حاجه كويسه جدا جدا بعد ما وافقت الوزاره، لان ممنوع ان انا اعمل حسابين للاتحاد في بنكين. تمام. فعملنا خدنا موافقه الوزاره، الشركات بتاعت الانديه بتيجي بروح فاصل فلوس الحكام اوتوماتيك، وفتحت بيها حساب في بنك مصر بقت باسم الحكام، وعملنا لهم فيزا زي النادي الاهلي لما بيعمل بيدخل يدخل يقبض بفيزا. الله ينور عليك. كل شهر ينزلوا حكم خمس ست ماتشات، خلصنا ولا مفيش متاخرات ولا مفيش من ده. المتاخرات كلها دلوقتي انا بحاول اخلصها، وان شاء الله اخر حاجه متاخره تقريبا يعني ان شاء الله هتتصرف في الشهر ده او الشهر يعني الجاي. يعني سددت كل المديونات على الاتحاد؟ الحمد لله الى حد ما، يعني مديونات كلها ما كانتش بتاعتنا. من عارف احنا ما كانش احنا ارث حضرتك مارس ارث حضرتك الحمد لله. طبعا الحكام النهارده بقى عندها استقرار، انه عارف كويس قوي انه فلوس هتجيله كل شهر، مش هيبقى يبقى لي بقالي سنتين. لا الكلام ده مش موجود. ليه؟ انت كان النادي بيدفع لك فلوسك مقدم، انا اخدها ليه واستعملها في غيرها وارجع بعد كده خليك تجري ورايا عشان تاخد فلوسك؟ انت جالك فلوسك يبقى لازم اديها لك. فبالتالي اتعملت حساب في بنك مصر، وعملنا الحساب ده على اساس ان كل واحد يتعمل له فيزا، وكمان دخلناه حساب يومي، بمعنى انه مثلا اخر الشهر مثلا لو هو ليه قرش هيبقى ليه قرش ومثلا وشويه، اللي هو حساب يوم بيوم. حساب يوم بيوم. يعني يا دكتور حضرتك حليت مشكله او صداع هو مش انا، هو المجلس الاداره. طبعا طبعا انا عارف انا بكلم مين. والدكتور مش هيقول لا، هيقول انا مجلس ادارتي واللجنه بتاعتي. انا عارف طبعا حضرتك طبعا اكيد بتنسب الفضل للمجموعه، ودي طبعا هي ودي حقيقه. المجموعه اكثر من رائعه، يعني المجموعه مش هتتكرر تاني الحقيقه. الحقيقه وحضرتك حتى يعني حليت مشكله الحكام اكيد بيدعوا لك دلوقتي يا دكتور، يعني بجد 100% طبعا. عندهم حاله نفسيه كويسه، يقدر يدير ماتشات وهو نفسيا مرتاح، يقدر يعني يحسن ويطور من نفسه. بالظبط كده، يحسن ويطور من نفسه. بالظبط. طب يا دكتور والحمد لله بالنسبه للمديونيات الدنيا ماشيه كويس والامور ماشيه كويس، يعني ما عندكش الحمد لله الامور ماشيه ستيبل الحمد لله. لا الحمد لله. يعني اللي هيجي يعني اللي هيجي من بعد حضرتك طبعا اكيد هيلاقي الدنيا يعني كويسه كده. مختلفه تماما عن ما احنا مسكنا تماما. انا مش عايز اقول ارقام، لكن احنا مسكنا فين وبقينا فين. ما شاء الله دكتور، يعني انا عايز اقول لحضرتك واحنا حريصين وحريفين ده وشايفين ده وعايزين نبرزه للناس، لان الحقيقه لازم كل حد بيتعب ياخد حقه. دكتور خلينا اسال حضرتك بقى، يعني بالنسبه للجنه المؤقته قابلتك بعض الصعاب، يمكن توفى كابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه ويحسن اليه، ايضا خرج احد برضه الاعضاء ما تمش الموافقه ان هو يبقى يكون مع حضرتك. كلمني عن المطبات دي برضه. هي الحقيقه لما مات الكابتن جابر كان قل العدد بتاعنا، فكنا سبعه بقينا سته، وزي ما حضرتك بتقول برضو مش استقال بقينا خمسه،
فاحنا كنا الخمسه من اصل القرار كان طالع سبعه. تمام. كويس قوي. فبدانا بعد كده نشتغل على خمسه فتره طويله لغايه لما صلحنا الوضع مع اللجنه الاولمبيه وطلبت يتعين اتنين معايا عشان يبقى القرار نرجع تاني للسبعه. بالظبط. استكمال العدد. بالظبط. تمام. الحقيقه كانت اللجنه الاولمبيه يعني مشكوره استجابت لرغبتي واللي احنا اخترناهم هم اللي جم كابتن شريهان سامح وكابتن محمد المهدي ودول يعني لعيبه دوليه. طبعا. وغير لعيبه دوليه شباب يدونا افكارهم وارائهم يبقى احنا برضو الكبار شويه ناخد افكار الشباب طبعا لان الشباب برضو اكيد ليه افكار متطوره برضو وحاجات زي كده. فالحمد لله اندمجوا بسرعه جدا 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 مع المجموعه. اندمجوا بسرعه بطريقه غير طبيعيه لدرجه ان ما اقول لك ايه يعني كل قراراتنا كلها جماعيه كلها هو صح. بص طالما كان في الاول الموضوع صح بس خليني اقول لك يا دكتور انت هتطلع لي الحته كده برضو. اتفضل. يعني لما بيبقى المجموعه مختارين بعضهم الاول وكسبوا كلهم او موجودين كلهم بيبقى الاتحاد ماشي سموس والدنيا جميله. بالظبط. مش دايما الانتخابات يعني خلينا نقول في الالعاب الرياضيه او في الاتحادات مش دايما بتجيب مجموعه متجانسه. بالظبط. طب حل الموضوع ده يا دكتور؟ والله حل الموضوع ده ان النفوس تتغير. بمعنى ايه؟ انت داخل تخدم لعبه مش داخل تتخانق او تتصارع مع زميل لك. مش داخل ده ليه راي وده ليك راي. هي لا ده هي انت لازم تعرف مصلحه اللعبه فين وتقول افكارك وقرارك. يعني احنا دلوقتي اقول لك السبعه مثلا كل واحد كان بيقول فكر وراي جديد كنا بنستفيد بيه بس بنخرج في الاخر بننفذه. بس بننفذه على طول. يعني احنا عملنا بطولات شاطئيه وعملنا حاجات بصراحه يعني انا عندي فرقتين ان شاء الله عندهم تصفيات طوكيو شاطئيه. نعم. شابات انسات ورجال يعني انسات الحمد لله انا اصلها تصفيه واحده باذن الله ان شاء الله وندخل طوكيو ما شاء الله. الاولاد فريد العسلاني باين فيها فريد العسلاني ودعاء غباشي وندى حمدي يعني ما شاء الله. هم اربع خمس لاعبات كويسين جدا والرجال برضو والرجال نفس الشيء. هي الرجال عندهم تصفيتين للاسف. فالرجال صعب شويه بس ما يعني مش مستحيل. لا مش مستحيل لكن صعب. لكن البنات عندنا امل ان شاء الله كبير جدا واحنا يعني حاليا دلوقتي بنعد لهم خطه الاعداد علشان يدخلوا البطولات. لكن كورونا مبهدلانا يعني طبعا. هنا كانوا مسافرين رواندا كان في بطوله الشهر اللي فات وكنا حضرنا كل حاجه وكانوا طالعين على حسابهم وكانوا طالعين يعني نفسهم يسافروا رواندا لغت البطوله عشان كورونا. كله عشان كورونا. فبالتالي احنا بنحاول نطور فرقنا كلها علشان يبقى لنا اسم وسمعه تاني من جديد. بدليل ان مثلا شرف لينا ان رئيس الاتحاد الافريقي لما كلمتها وكلمتني على البطولات واتلغت وجت ومش عارف ايه فقالت ان يعني الاتحاد الافريقي اعتمدوا الكلي على مصر تقريبا. فدي حاجه شرف لينا يعني. طبعا لما اتقال كلمه زي دي معناها ان احنا لنا وضعنا الرياضي في القاره الافريقيه. وبالتالي بعد بطوله العالم كمان لكره اليد يا كابتن الموضوع بقى قدام طبعًا العالم طبعا اختلف خالص خالص طبعًا. بقى كل امنيه طبعًا. كل الفرق انها تيجي تلعب في مصر. طبعا بصراحه طبعا يعني كونك تعمل بطوله زي دي في الوقت ده في الكوفيد 19 ده والنجاح ده طبعا قمه. صحيح صحيح. طبعا. طب دكتور يعني برضو اخد راي حضرتك. حضرتك قيمه اداريه كبيره جدا وعايز اخد راي حضرتك في حاجه. يعني احنا قلنا موضوع المجالس ويبقى فيه مجموعه متجانسه. طب راي حضرتك ايه لو حطينا بند في لوائح يعني مثلا الهيئات بتخيل ان يبقى الانتخاب بنظام القوائم يعني انت تخش تاخد قائمه. رايك ايه في كده؟ هي طبعا فكره كويسه جدا 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 ويا ريت تتنفذ لان فعلا لو قائمه واحده هيبقى هم متفقين اصلا من اول بالزبط. على المبدا وعلى الاساس هيمشي ازاي وهيشتغلوا ازاي. بالظبط. كويس. لكن للاسف انت بتاخد وجود قائمه واحده في الانتخابات او قائمه للانتخابات بيتجنبك عارف طبعا الانتخابات والخيانات والقصص وانت عارف القصص بتقال دي بتخلف بتضرب في بعض والكلام عن ده وده عن ده الدنيا بتبقى في الاخر طالعه ايه مشحونه. بالظبط. ولكن لما في قائمه بتخش تاخد القائمه دي كلها او تاخد القائمه دي كلها او تاخد القائمه دي كلها. بالظبط. فده ممكن يكون بدايه لتجانس الاتحادات مره اخرى. بالظبط. انا بقول فكره لعل وعسى ممكن تبقى راي حضرتك بتأيدها يعني. طبعا يعني شايف دي 2004 نزلنا مع الدكتور عمرو علواني وكان في بعض الناس بيتكلموا من بره البتاع. طب يا جماعه بس خدوا ده مكان واحد. قلنا احنا مجموعه واحده اللي عايزنا ياخدنا احنا كلنا ونجحنا المجموعه الحمد لله كلنا. يمكن النادي الاهلي 2004 نجحنا احنا
كل مجموعه. يمكن النادي الاهلي يا دكتور النادي اغلبه بتنجح المجموعه بتاعته اغلب الانتخابات بالرغم بالضبط. ان مفيش بند في لاحق كده. لا مفيش ده مبدا وماشي في النادي بقاله فتره يمكن مره او مرتين ممكن واحد بالظبط كده طبيعي ولكن ما بتحصلش كتير يعني مره او مرتين صحيح. بس انا قصدي اقول لحضرتك ان الفكره زي دي ممكن في الاخر يعني حضرتك بتأيدها وشايف طبعا يعني طبعًا ممكن تتحط في طبعا. طب راي حضرتك في بند الثمان سنوات ايه يا كابتن؟ لا هي الثمان سنوات دي اصلها عليها مشاكل كبيره قوي قوي. هي سلاح ذو حدين. هو الثمان سنين دي برضه بتدي فرصه لاجيال تانية تحكم صحيح. لكن انا لو خليتها مفتوحه ومعموله وي الاتحاد برضه مهما كان زي ما انت قلت بيخطا وبيصيب وممكن سنه من دوره او سنه من السنين اخطاؤه تزيد عن تصحيحه او كلامه المعمول به. فيعني انا شايف يعني كفايه قوي 8 سنين. بقول لحضرتك حاجه، انا معايا يعني جبت من يومين المانيوال بتاع الميثاق الاولمبي ولقيت من ضمن بنوده انه بيقول ضخ دماء جديده في الاتحادات بشكل مستمر. بالظبط. فبند 8 سنوات ما بيتعارضش ابدا مع الميثاق الاولمبي ابدا. يعني بالعكس يعني انا بايد راي حضرتك. طبعا. ان هو منصب تطوعي ولازم يبقى فيه دماء جديده. طبعا. يعني وده عمره ما كان تدخل حكومي طبعًا. لانه البند 8 سنوات ده انت بتضمن ان انت في دماء جديده داخله في الاتحادات انما لما حد بيقعد 12 و15 سنه بتاع يا دكتور ممكن تسيب دوره وترجع تاني لو الناس عايزاك هتجيبك يعني بالزبط. الاتحادات بالزبط. فيعني احنا شبه متفقين في الكلام يعني حضرتك يعني قامه رياضيه ويمكن النادي كمان هو يعني خلال الثمان سنين دي هيبان انتاجهم صحيح. طب لو انتاجهم مش كويس تيجي مجموعه ثانيه او حتى لو التغيير يبقى بجزئي يعني مش لازم بالزبط. يكون ثلثي ثلثين مش لازم المجموعه كلها بالزبط. طب هنتكلم بقى على الحدث الاكبر ليك يا دكتور ان شاء الله القادم يوم الجمعه منتخب 21 او الشباب 21 سنه بالزبط. الجيل ده خد رابع عالم من سنتين جيل مبشر رايك ايه في البطوله اللي جايه؟ والله ان شاء الله باذن الله احنا مترشحين اول يعني باذن الله يعني وربنا يوفقنا. بس زي ما بقول لك احنا قابلنا عقبات كثيره جدا ففتره الاعداد للمنتخب كانت ما كانتش كافيه صحيح بصراحه يعني خلينا نتكلم بصراحه يعني الولاد دول كانوا محتاجين فتره اطول من دي لان ما شاء الله اطوال مهارات تكنيك وتكتيك كل حاجه يعني رائعه فيهم لكن اديهم فتره تدريب صحيح. انت انت خدتهم من الانديه بتاعتهم وانديه اجلنا دوري واجلنا مش عارف ايه فدخلنا في متاهات ما كانتش وقتها لكن الحمد لله يعني احنا ماشيين الى حد ما مرشحين اول الحمد لله في البطوله وكل حاجه. طب كابتن بطوله العالم بتاعتهم اتحددت؟ هنبص على بعض شويه امتى يا كابتن؟ في شهر 9 ان شاء الله بس احنا لازم نطلع اول او ثاني ان شاء الله على اول مستوى افريقيا مستوى افريقيا لما بتيجي اربع فرق تتبارى بياخدوا اول وثاني لكن لو جت ثلاث فرق بياخدوا واحد بس الاول فاحنا يا اول خلينا في الاول احنا ان شاء الله يعني احنا المجموعه بتاعتنا تمت اربع فرق فهيبقى المجموعه بتاعتنا هيطلع منها اول وثاني ممتاز. طب يا كابتن بتهيألي بقى لو تأهلنا لبطوله العالم ما هو الاسباب هتفضل موجوده برضو كورونا نفس الوضع وهتبقى لسه فيها ناخد فتره ان شاء الله ربنا لا هيبقى لسه ما هو لسه كتير بس هيبقى لسه قبل ما التطعيم ينتشر والناس تبتدي الطعم وبتاع يمكن هياخد شويه وقت أي. هل يعني في يعني فكر او يعني احتمال ان احنا نقدر نطلب يعني ننظم دي ولا تحدد ميعادها؟ لا الاتحاد برافو عليك الاتحاد الدولي حدد مكان البطولات الاربع بطولات بتوع الاعمار السنيه اتحددوا او مكانهم محددين وقت ومكان بالظبط تمام الوقت والمكان. خلينا نرجع برضو يا كابتن ومحتاجين نعرف من حضرتك برضو الخطه يمكن 3-4 شهور القادمه ولكن خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نعرف كمان بعد الفاصل يمكن الاجنده اللي جايه يمكن خلاص الاسبوع اللي جاي واللي بعده فيه بطولتين ولكن اكيد في بطولات ابعد من كده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع دكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره الطائره. دكتور يمكن كنا بنتكلم قبل فاصل عن البطولتين اللي جايين بطوله الشباب والشابات يمكن مش دول نهايه المطاف اكيد بعد مارس عند حضرتك في الاجنده بطولات. كلمنا عن المستقبل البعيد شويه. هو المستقبل البعيد بالنسبه للاعمار السنيه ما فيش غير بطوله عالم. يعني هي البطوله دي وفي البطولات العربيه. بس البطولات العربيه يعني مش كل وقت تقدر تتعمل. صح مش كل سنة. وقت وقتها يناسبنا. ما اقدرش ابطل دوري وبعدين ارجع دوري وما اقدرش ابطل كاس وارجع كاس عشان اروح بطوله وارجع تاني. فهنشوف المواعيد المناسبه لينا والمواعيد المناسبه لينا انها نعملها. بس انا مش هقدر اكذب عليك هتبقى كل حاجه بوقتها. عندي بطوله الفرنيه خلاص اوكي بجمع المنتخب الفلاني علشان ابدا خطه اعداد معينه
ينفذوها علشان على الاقل ان شاء الله نكون رايحين نكسبها. طب قول لي يا كابتن، حضرتك قدمت طلب استضافه بطوله افريقيا للكبار شهر 9 اللي جاي، حصل؟ لا ما حصلش. لا الانديه ولا لا المنتخبات؟ منتخبات. لا لان الاتحاد الافريقي الجديد ده مدام بشرى الى الان مش قادرين يعملوا اجتماعات. صحيح. عشان كوفيد وعلشان وعلشان وعلشان. حتى بالفيديو كونفرنس مش قادرين يعملوا كابتن، يعني الاتحاد الافريقي مش قادر ساعات بيعملوا فيديو كونفرنس. يعني بيعمل فيديو كونفرنس. طبعا. بس لجانه امتى تتكون؟ يعني هي استلمت ما ملحقش يعني. فحضرتك مش قادر تعرف بالظبط امتى البطوله، فانت مش قادر تتقدم بطلب استضافه. بالظبط. لكن هي البطوله الانديه جات الجواب منها اوريدي، بيحبذ ان مصر تاخد بطوله الانديه. يعني الاتحاد الافريقي بعت لك يقول لك من فضلك نفذوا بطوله الرجال. طب حضرتك يعني محبذ ولا لا؟ انا هقول لحضرتك حاجه، هشرح لك حاجتين بسرعه بس كده. لا ده انا عايز باستفاضه، مفيش بسرعه يا كابتن. ماشي. اللي انتشر في الشارع الكره الطايره او وثائق الكره الطايره ان الاتحاد الافريقي اختار نادي معين يقوم بالبطوله. طبعا ده جهل. ليه جهل؟ لا تستطيع الاتحاد الافريقي يعمل اي بطوله في مصر الا عن طريق الاتحاد المصري. ده الف ب. كمان تكون موافقه الحكومه المصريه على ان الاتحاد المصري هينظم البطوله دي. الله ينور عليك يا دكتور. الله ينور عليك يا دكتور. فطبعا الاشاعات اللي طالعه دي كلها اشاعات مغرضه وليس لها اي شيء من الصحه. الحمد لله جالنا جواب، واحنا بعتنا للانديه المصريه بالشروط. هي بعت لنا شروط البطوله ايه؟ بعتنا للانديه المصريه كلها، كل الانديه المصريه بس مش كلها، السبعه الثمانيه الاوائل يقدروا ينظم. بالظبط، اللي هو يقدر ينظم. برافو عليك. تمام. بعتنا لهم وبعتنا لهم الشروط كامله. ادي البطوله اهي اللي عايز ياخدها، وادي الشروط اهي. اهلا وسهلا تقدموا. لكن في حاله ما كنت انا هنفذها، مش انا، الاتحاد المصري هينفذها، ما كنتش هبعت لانديه خالص. ليه؟ لان انا اللي هنظمها. طبعا. يبقى انا اللي كان من حقي الوحيد ينظم يديها للنادي. ما فيش حاجه اسمها اتحاد افريقي يدي النادي، ما ينفعش. ولا في دكتور انا مستمتع بكلامك. ليه بقى؟ لان حضرتك بتتكلم اداريا 100% صح. الحمد لله. يعني حضرتك بتقول ان الاتحاد الافريقي لا يملك ان يخاطب نادي الا من خلال الاتحاد. لا طبعا، لان الاتحاد هو المظله. طبعا. ادي اول حاجه. تاني حاجه، حضرتك مش بتنافس الانديه في حاجه. لا يا حبيبي انا ما بنافسكش، انا عايز اقول لحضرتك ان في خناقه حصلت في اتحاد ما على تنظيم بطوله بينه وبين النادي. متخيل وصل الموضوع لايه؟ ان الاتحاد بيتخانق مع نادي مين ينظم. ما ينفعش. ليش؟ طبعا. لان الموضوع وصل ايه؟ ان يعني مش عايزين نتكلم بس. ماشي. حضرتك عامل شجره مظبوطه اداريا. طبعا اداريا مظبوط. طبعا. وشوف حضرتك الاتحاد الافريقي بيقول لك بتخاطب الانديه. طب يا دكتور الانديه، طب حضرتك اكتر من نادي رده، قال لك انا ممكن انظم، هتعمل ايه يا دكتور؟ مش هديها له. طب هتعمل ايه؟ هو كاتحاد انا الحد اوزع لا لو تقدم لك انت، حضرتك بعت لسبع انديه. أربعة قال لك احنا عايزين ننظم. هتختار ما بينهم ازاي؟ دي بقى تدخل حاجة اسمها بيندنج، اللي هي المزايدات. ايه المزايدات دي؟ النادي الألف هيدفع 50,000 دولار، النادي الثاني هيدفع 60,000 دولار، النادي الثالث هيدفع 80,000 دولار، النادي الثالث هيدفع 80,000 دولار. انا هاخد اعلى سعر بس هراعي فيه ايه؟ ايه بقى؟ هل النادي ده هيستطيع انه ينظم البطولة دي وتنجح ولا لا؟ كمان ممكن يكون عند فيش كوادر اداريه في النادي اللي رايح تعمل فيه بطوله. يبقى لازم يكون عندي كوادر رياضيه تنجح بطوله، مش انا جايب بطوله وسابق خبره. وسابق خبره طبعا. وسابق خبره طبعا. يعني انديه يبقى عندها سابق خبره طبعا. وحضرتك بتبقى عارف النادي ده فعلا عنده كوادر اداريه يقدر ينجحها طبعا. يعني مظروف فني ومظروف مالي، ما فيش كلام. واداري. واداري طبعا. يعني هي منظومه هيثم. الله ينور عليك. ما تنجحش الا لما تكون دايره كامله، مش بس دايره خارج منها. صحيح. ما تنفعش. صحيح. طب هل نرجع بقى للب الموضوع؟ طب هل في فرق طلبت تنظيم بطوله افريقيا؟ احنا لسه باعتين الجواب ده امبارح. لسه ما جاء الانديه لسه ما ردتش عليه. هتاخد لها وقتها وتدرس. طب ليه؟ هيدرس الشروط وهيرى كل واحد نادي على سوري كل واحد على مجلس اداره. ما هو مجلس اداره مش هيقول انا موافق. طب هسالك سؤال. طب هسالك سؤال يا دكتور. طب حقوق البث هتديها للنادي اللي يشتري البطوله ولا هتاخدها انت كاتحاد؟ هي الحقوق البث دي عليها قوانين ولوائح تبع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو اللي بيبعت شرط البث وهو اللي بيتفق على الاتحاد الافريقي من نفسه. لا ما بيفوضكش انت ولا بيفوض النادي او بيديها للنادي؟ يعني موضوع البث في الاتحاد الافريقي ما هي دي لائحه وقوانين في الاتحاد الافريقي لازم اتبعها. اتبعها. اجراءات قانونيه ما كانتش متابعه قبل كده.
فلا انا احنا الحمد لله المجلس بتاعنا او اللجنه المؤقته دي ماشيه قانوني بالرغم يعني يا دكتور بالرغم ان حضرتك يعني مش نازل انتخابات خالص، وكمان حضرتك يعني برغم ان ده معلش انا اسف انا ده رايي انا مع حضرتك يعني ما يعني ده حق ليك، ما فيش حد يقدر يمنع اي حد انه ينزل، ده حق دستوري حتى حق دستوري، وحتى لو كتبت ومضيت وعملت، لكن احنا بنتعهد بكلمتنا يا هيثم. الله ينور، احنا بنتعهد بكلمتنا، هم اشترطوا علينا الكلام ده واحنا وافقنا عليه، انتهى. انا مش بجد يا دكتور، انا يعني انا بهنيك والله يا دكتور، يا ريت والله بجد، يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني نادر لما تقعد مع حد وتحس انه عارف اللي ليه واللي عليه في الـ في الـ في الـ في اداره الرياضه نفسها بامانه. والله سنين بقى يا هيثم، يعني عمر يعني عمر في الرياضه. وخلي بال حضرتك، انا حتى انا مضيت مع حضرتك يا كابتن، انا عارف انا يعني بقى يعني حضرتك طايره ولا سله، بس فانا ليه بقى يعني حضرتك يعني تفكيرك مرتب وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وفي قامات كبيره طبعا في الرياضه مع كل الاحترام، المجموعه اللي معايا مش عايز اقول لك يعني من احسن، انا عن رايي انها مش هتتكرر، المجموعه اللي في اللجنه المؤقته دي مش هتتكرر تاني. طب قول لي يا دكتور، يعني برضو علاقتك ايه بالدكتور حسن مصطفى؟ الدكتور حسن مصطفى طبعا يعني رمز لينا كلنا، ورمز لكل كادر اداري في الدوله طبعا، الجزء الرياضي طبعا، طبعا الجزء الرياضي، بتكلم عن الجزء الرياضي طبعا. ان انا راجل رئيس اتحاد، انا شايف او عضو مجلس اداره، شايف الدكتور حسن مصطفى رمز عادل طبعا. علاقتك بايه يا دكتور؟ لا علاقه يعني انا بعتبرها اسريه، يعني هي احنا اولا نعرف بعض من زمان جدا كنادي اهلي، وبعدين بره النادي بقى احنا بعد كده علاقات تقريبا يعني اسريه جامده جدا جدا جدا، من كابتن حسن طبعا، حسن حمدي وحسن مصطفى علاقه اسريه جامده، وطبعا ده يعني معايا، وبعدين احنا جيران يعني انا وكابتن حسن مصطفى عماره واحده، بس هو طبعا ما شاء الله اتنقل لما راح سويسرا عشان طبعا شغله شغله كله كان في سويسرا، فطبعا يعني كانت الله يرحمها ماجده دي اختنا يعني، فا يعني لا علاقه اسريه وعلاقه جامده جدا، واحنا بنستفيد من كلامه وخبراته ومش هكذب عليك الدكتور حسن مصطفى ساعدنا مساعده غير طبيعيه في طريق ادارتنا. صحيح، لانه هو 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 راجل رمز من رموز الرياضه لن تتكرر تاني في مصر. طبعا طبعا انا ما يعني ما قلتش غلط لما قلت ان هو قدوه لكل الكوادر الاداريه في الرياضه كلام. المصريه مفيش كلام، خليني كل ده صحيح مش من فراغ يعني. بس انا عايز ارجع لذكرياتك في النادي الاهلي شويه يا كابتن، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل ونرجع طبعا للدكتور سامي حمدي، هنتكلم عن ذكرياته في النادي الاهلي طبعا، وكره الطائره وكره القدم، لانه كمان ليه ذكريات مع كره القدم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا الممتع مع الدكتور سامي حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره. دكتور، يمكن ذكرياتك في الاهلي لا تنتهي، خاصه طبعا حضرتك شقيق الكابتن حسن حمدي الأسطورة الكبيرة طبعا في النادي الأهلي، يعني قول لي ذكرياتك عن فريق الكرة، يعني البطولات اللي حضرتك رحت شاركت معاهم، حضرت بطولات، المباراة اللي حضرتها في المدرجات كمشجع للنادي الأهلي، يعني قول لي ذكريات. هي الحقيقة احنا أيام الجامعة ما كناش بنسيب أي ماتش لماتشات الأهلي، ماتشات الأهلي كان زمان يمكن أنت ما حضرتهاش، كانت كل يوم جمعة بس. ماتشات مش الاهلي، ماتشات الدوري كوره يوم كل يوم جمعه بس، وكان لنا مدرج خاص بالاعضاء. الله، كان كارنيهات الاعضاء بندخل 5 ساق و10 ساق وحاجات كده يعني، وبقيه المدرجات خلاص كانت الماتشات بتتعمل في ملعب الاهلي. مختار التتش ده، مختار التتش ملعب ده على طول كل يوم جمعه، وكنا حتى في الشتاء نتمنى، كان زمان بقى ايامنا كان يعني في شويه مطر، يا رب ما تمطر يوم زي النهارده كده، زي ماتت يعني النهارده كده نقول يا رب ما تمطرش. فالحقيقه يعني انا عشت ذكريات كتيره مع حسن طبعا، حسن حمدي، واغلب الجيل بتاع حسن كلهم اصحابي يعني اصدقاء يعني وناس كويسه. مين اقرب واحد كان لحضرتك وكابتن حسن؟ لا هو بالنسبه لكابتن حسن يمكن اغلب الناس مثلا ما شاء الله كانت قريبين منه لانه كان كابتن فريق طبعا، لكن انا بالنسبه لي كان الاعداد مثلا زيزو، الخطيب، شطه، فتحي مبروك، دول يعني اقرب ناس. دول اقرب الناس، حتى ما نفتكر وكان ماتشات الاهلي مثلا كنا بنخلص الماتش، وكان سياده السفير احمد قطان، كنا نخلص الماتش وعلى أندريا نتعشى كلنا بعد الماتش يكونوا كسبانين وكده وبتاع، فكانت بتبقى اعداد جميله جدا طبعًا. جدا لا الماضي ده مختلف جميل. معلش يعني جميل، الماضي مختلف عن دلوقتي. رحت بطولات بره مصر مع كوره يا كابتن؟ هل مثلا رحت؟ ما رحتش. كان بتتابع من هنا
بالرغم لان انا كانت حياتي كلها فولي فولي فما كنتش يعني ما كنتش متفرغ قوي. انا كنت بدرب في النادي الاهلي الفريق الاول للسيدات, فما كانش في عندي وقت مثلا ان انا اقدر اسافر واخرج واروح, لكن كنا بنسافر ورا النادي الاهلي في في المحلات هنا كل حته, بورسعيد, اسماعيليه, اسكندريه, كنا متعه طبعا, كنا شله بقى يعني. طب قول لي, طب قول لي يا كابتن, سر حب كابتن عادل القيعي للكره الطائريه. عادلي يعني كان قريب من اغلب مدربين الكره الطائريه, كان يعني وكان دايما بيقعد معانا في حديقه النادي النادي فكان ده بيكلمني في تفاصيل التفاصيل في الكره الطائره كابتن عادلي. بس برضه خلي بالك عادلي برضه موسوعه رياضيه يعني بيتكلم هاند بول, بيتكلم سله, بيتكلم بس ممكن الطائره قريبه الطائره الطائره اكتر حاجه يعني هو فعلا. بيقول لي انا ما كنتش العب كوره, كنت احب ان العب طايره وبتاع وكده يعني الحقيقه كان بيبقى معانا على طول في بتاع وكان متابع بقى. طب مين من نجوم الكوره كان بيجي يعني يحضر ماتشات الطايره, ولا كان كل النادي اسره واحده وده لا لا كان كلها اسره واحده يعني الله يرحمه مرتجي كان بيحضر ماتشاتنا فريق مرتجي كمان حافظ الله يرحمه كانوا بيحضروا الماتشات على طول الفولي والفولي كان ليه شعبيه وكان ليه جماهير, وكان احنا ماتش اهلي والزمالك في كليه الشرطه في العباسيه الاستاد بتاعه ده مليان على اخره وبره ناس مش عارف تدخل صحيح. لكن النهارده للاسف صحيح راحت. طب قول لي قول يا دكتور, حضرتك اتفرجت على مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ولا لا؟ ما اكذبش عليك مش كلها مش طب كلها. ايه الماتش يعني اللي اتفرجت عليه مثلا؟ هل ما اتفرجت على ماتش بالميراس بطل البرازيل اللي هو لعبناه اخر مباراه, ولا ماتش بايرن ميونخ, ولا الدحيل, هل اتفرجت او لقطات مثلا؟ لا هي بالميراس البرازيل انا اتفرجت عليه وكله بس تاني شوط اتشدينا شويه يعني كنت بتتفرج يعني مع الاسره ولا مع مين؟ مع ابني ومراته انت عارف ان ابني واخد بنت حسن حمد ما شاء الله, فكنا قاعدين في الاسره زي ما انت قلت كنا اسره وبنتفرج كلنا على الماتش ففعلا تاني شوط شد يعني خوف انا خفت. طب وضربات الجزاء؟ بصراحه ضربات الجزاء دي كانت بقى لحظات يعني لحظات صعبه جدا يعني لحظات صعبه جدا مرت علينا يعني. طب ربنا والشناوي يعني والشناوي مع الكره يعني ما شاء الله ما شاء الله الشناوي حاجات ما شاء الله يعني ربنا يحميه ويحرسه يعني وان شاء الله يستمر على المستوى ده يعني نتمنى من الله انه يستمر على المستوى ده صحيح. طب كابتن قول لي برضه, يمكن اكيد يعني علاقتك مع الالعاب الاخرى, الالعاب مش بس الكوره يعني, اكيد السله, الهاندبول. احنا كنا زمان اسره واحده يا هيثم, وكان زمان لو كنت تسمع عن في حاجه اسمها مسابقات الاسر. ايه لا قول لي دي يا كابتن. دي كانت مثلا الشخصيات المميزه في النادي كل واحد له اسره صحيح, ويتقابلوا نعمل مباريات سله وطايره في النادي الاهلي. امال ايه ده, انا اول مره اعرف الموضوع ده يا دكتور. لا وكان طب يعني بتتعمل ما بين في اسر اللعبه الواحده, ولا ما بين الاسر ما بين الالعاب كلها؟ الاسر وبعض في الالعاب يعني في الاسره من كره اليد الاهلي ده كان حته واحده. احنا كنا الفولي قاعدين في الجنينه معانا بتوع الكوره والهاندبول كانت اسره واحده. يعني الروح دي ليها اساس يا دكتور. طبعا الروح اللي موجوده دلوقتي دي جوه النادي الاهلي ليها اساس. جذورنا كده طبعا. يعني الجذور في النادي الاهلي كلنا اسره واحده, عشان كده طلعنا في الاخر بيت كبير زي ما بيقولوا طبعا, وكل اللي في النادي عارفين بعض طبعا طبعا. يعني ده ما جاش من الفراغ, ومن نادر قوي كانت يعني تلاحظ خلافات. الخلافات كانت ضيقه في اضيق الحدود يعني, والخلافات مش خناقات, خلافات راي. لكن النهارده لا اختلفت على مستوى مصر كلها, السوشيال ميديا والعدد زاد بالظبط. بس ارجع واقول لك برضو يا دكتور, ما زال النادي الاهلي اهلي اهلي طبعا معلش يعني ما زال حتى الان الرموز لهم قدرهم والاسر والتعامل, محافظين على الاسلوب وعلى الاداره, لان احنا النادي الاهلي مش نادي, النادي الاهلي مؤسسه فلما بيعمل حاجه كل الانديه بتقلده. لما بيعمل خطوه او بيعمل فكره او بيعمل برنامج او بيعمل اسلوب انتخابات كله بيتقلد النادي الاهلي. صحيح دايما يعني دايما سباق بده. وخلينا افكرك بحاجه يا دكتور, يمكن وانا لما جيت يعني كنت في المكتب وكنت همضي طبعا وحضرتك موجود, حضرتك سالتني سؤال يمكن حضرتك مش هتفتكره انا بقوله على الهوا. حضرتك قلت لي هيثم انت مضيت في حته ثانيه وخدت فلوس. يعني السؤال ده خليني وقفت شويه. ليه؟ حضرتك بتحترم, حتى كنت عايز تحترم طبعا لو انا ماضي وفي حته لا يمكن اتكلم معاك, لا يمكن. قلت حتى حضرتك يمكن يعني ما تفتكرش السؤال ده بس انا فاكره. لا طبعا حتى انا قلت لحضرتك لا صح. لا لا بس انا فاكر قلت لحضرتك ساعتها يا دكتور. لا انا ده اصل مبدا في الاهلي يعني. انا مش معقول هجيب واحد ماضي في حته واساومه واقول له تعالى امضي عندي. قلت يعني لك لا يا دكتور انا مش ماضي.
فاضي، قلت لي خلاص يا هيثم انت معانا، وحتى قلت لي السؤال ده كابتن حسن بيأكد وعايز يعرف اجابته يعني. فحتى يعني استغربت، قلت يا ربي يعني حتى لهذا القدر النادي بيحترم تعاقداته ومحترم تعاقدات الاخرين طبعا. مش هيتدخل عليها طبعا. فالحقيقه كانت انا فاكر اليوم ده كويس، وكان في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر. طب قول يا كابتن، مين من اللعيبه النجوم برضو اللي مضوا على ايدك تفتكر؟ حد عندي على ايد حضرتك كفولي يعني ولا كفولي؟ لا، هي الفولي الحقيقه في الفترتين اللي انا كنت ماسك فيهم كان عبد الله عبد السلام، حمدي الصافي، واحمد صلاح. لما بيطلعوا بره كنت انا احد اسباب بيخرجوا بره. انا عبد الله عبد السلام راح ايطاليا، حمدي الصافي راح روسيا، احمد صلاح راح ايطاليا، يعني ما وقفتش في مساعدته خالص. بالعكس احنا يعني ساعدناهم مساعده رهيب. لما بيرجعوا بقى انا اللي كنت بتفاوض معاهم عشان يرجعوا تاني بقى. فهي القصه كانت كده. والتفاوض كانوا بيبقوا شايلين ان النادي الاهلي موقف. طبعا هم اهلاويه يعني، انا بكلمك عليهم دول، واغلب اللي لعب في النادي الاهلي انتمائه للاهلي طبعاً. موجود طبعاً. بس طبعا الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي الى حد ما الماديات طغت شويه. يعني الماديات اللي بتحكم دلوقتي مش الانتماء يعني. مش مع كل والله يا دكتور يعني. لا طبعا مش كل. بذلت حتى الان هو النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي طبعاً. هو اغلى شيء عنده. طبعا يعني حضرتك شفت قد ايه يعني، حتى يعني بنرجع نقول ان النادي الاهلي هو طموح، النادي الاهلي هو الغايه. اي بني ادم يتمنى انه يدخل النادي الاهلي او يحمل اسم النادي الاهلي. دي ليها ثمن، دي ليها ثمن. بس ذكرياتنا يعني، حتى انا يعني لما جيت النادي الاهلي لقيت سيستم، بس لما اتكلمت مع حضرتك لقيت ان السيستم ده تورثته اجيال يعني كله. يعني حضرتك بتقول لي حاجات احنا فعلا لمسناها دلوقتي بس جايه من زمان، من زمان جدا طويل. ده مبادئ يعني من زمان يعني. طب كابتن يعني في دقيقه كده، شايف مستقبل الكره الطائره ازاي؟ كرة الطايرة عايزة هزة جامدة جدا، وعايزة الفكر الجديد هو اللي يسيطر على الفكر القديم. بمعنى ان انا ابص للمستقبل عن طريق الناشئين والناشئات، عن طريق الاشبال شباب وشابات. ليه؟ لان انا لازم ابني من تحت. احنا النهارده الاتجاه اللي تحت ده قل. زي الصورة دي يا كابتن، زي الصوره دي كاس عالم في 2006 حضرتك فيها. ما دي كان كاس عالم، رحنا اليابان في 2006. عبد الله عبد السلام اهو. بالظبط. حمدي الصافي عبد السلام واسامه قمصان وشريف الشميلي يعني كان مساعد مستر الرئيس، وممدوح محمود رؤوف، احمد صلاح، نهاد سوري، حسن ابو ما شاء الله، حسن، كل دول، وشعراوي كله وجبل، كابتن احمد زكريا من النادي الاهلي، ياسر العلاج طبيعي. يعني ده كانت ايام يعني جميله جدا. حضرتك يا دكتور بتؤمن بان احنا نشتغل من تحت ونطلع ناشئين عشان نبني اساس الأجيال. اساس اي رياضه في العالم لو ما بداتش من تحت عمرها ما تكون رياضه، انا رايي الشخصي. دكتور انا بشكرك طبعا على حوارك ده، والحقيقه انا ما حسيتش ان احنا والله الوقت عدى، وما حسيتش ان انا يعني بتحاور مع حضرتك، بالعكس حسيت ان انا بتكلم مع قيمه وقامه بتعلم منها. الله يخليك. يعني متشكر على الاستضافه والله، وان شاء الله تتكرر باذن الله. اكيد اكيد، ويبقى شرف لينا باذن الله. متشكر جدا. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده الابطال. ان شاء الله انتظرونا يوم الاحد القادم وحلقه جديده وبطل جديد وقصه جديده مع الابطال.